مش كان الوالدة اللي بارح معاك تتفرج، مش كان العائلة، فما حاجة شخصية شوية أكثر من اللازم. حبيبة عزيزوس صديقته موجودة في داركم وتتفرج معايا عزيزوس. هاي علاقة جدية بالطبيعة، ملكيك هي جل دارنا وسهلة لي. ما نحب نعرف علاقة جدية. علاقة جدية. فما ارتباط رسمي على قريب إن شاء الله؟ على قريب إن شاء الله. القفص الذهبي ولا بالمراحل نبدأ بخطبة ثم؟ أنا والله ماذا بيا قفص الذهبي، أمي تحبني بالمراحل. أنت ماذا بيك عرس ديريكت؟ العائلة تحبوا بالمراحل، نمشيو بالمراحل، نحن ناخذوا بخاطر العائلة نمشيو بالمراحل. احنا ماذا بينا عرسي ما قلقنيش، جاونا به ليه مش في رمضان؟ مش في رمضان. بعد رمضان. حشمت عزيزوس في ليه ما نحشمش؟ ليه ما ولا ليه؟ بعد رمضان، خاطر برشا عباد ماشي في بالي للسبعة، برشا عباد مش عندك أنت كاو، برشا عباد ليلة 27 يستنيو، فهمت؟ معناتها برشا عباد والله، برشا عباد في بالهم فما حاجة ليلة 27. صديقتك هذيا تعرفت عليها في أزار؟ في لايف من لايفوات. في لايف من لايفوات. كيفاش صارت؟ علاش هي بالذات؟ كيفاش تطورت العلاقة؟ كيك دخلت أنا معناتها كالعادة أزار، المرة هذه معناتها عندي أزار الأخرى مع القرة، مع إجمالي البرة، وعندي أزار بتاع التوينسة، نتعرف على التوينسة، رياكسيون بتاع التوينسة كي يشوفوني، خاطر كل ما يشوفوني يبدو امبوسيبل امبوسيبل، فهمت؟ يا أزار في لايف ويتي صدمة يعتبروها يعتبروها كيما الصدمة شوية معناتها، فهمت؟ في التلفزة معناتها ما تركبش على بعضها، في بالهم فيديو مش أنا مش أنا حسير. تعرفنا غاديك معها صاحبيتها، فهمت؟ وبدأت تتطور العلاقة. انت بعدت هي بعثت لك باش حكيتو اول مرة، كيفاش حكيتو؟ كيفاش وليت الامور شخصية؟ ما عادش في اللايف قدام الناس اللي كنت ناس معي سيدي. بعثت لها غاديك مشينا نحكيو، قربنا من بعضنا، تعرفنا على بعضنا، عرفنا بعضنا من بيه، تعرفنا رجعنا. ان شاء الله ربي يوصل بالسالم يا اخويا، وان شاء الله نفرحوا بيك على قريب.